هسه سوزان بتحب العطر، إذا جبت لها عطر أبو 20 ليرة هدية اعتذار، وعزمتها مطعم نص فاخر أبو 15 ليرة، حبتين برجر على بطاطا بنزين 5 ليرات كله بيطلع 40 ليرة. لا استنى عيد ميلاد مراد أرخص. تلد أنثى الضفدع 2000 بيضة. ثواني، هي تلد البيض ولا بتبيضه؟ لازم أحضر دوكيومنتري عن الموضوع. هبطل السجاير وهكون إنسان جديد، ومن أول يناير خلص أشيل حديد، خلص أشيل حديد. مال أمكم على الصبح؟ شو؟ جد بحكي مال أمكم على الصبح؟ طيب إيش أمكم وأمكم؟ خالو شكل ماما مريضة. طبعاً مريضة، إلها ساعة رايحة جاي على الحمام تستفرغ، أكيد مش سياحة. آه صح، خالي اليوم مقابلتنا. مقابلة شو يا أخوي؟ مقابلة المدرسة. وأنا مال أمي، شو دخلني؟ عشان أختك مريضة حكت اليوم تدور عليك. ما تخلي خواتك ياخذوك. ريح حالك، أنا مش فاضي عندي تسجيل جامعة. أم كريم حكت أنت تاخذني. إن شاء الله باخذها. لو رجعت على المدرسة بلشت من الصف الأول ونجحت بكل الامتحانات، هيك بكون ذكية بالغبية. أكيد بكون ذكية. يا الله نقصتيني يا زينة، هسا بدي أفهم من الأول.